أسراب الطائرات الحربية الروسية مرت من هنا. سوق مدينة أريحة بريف إدلب كان هدفها، خلفت وراءها عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال ونساء، ولا زالت فرق الدفاع المدني تتابع بحثها تحت الأنقاض عن مفقودين وربما عن أشلائهم. في حوالي الساعة 10 صباحا قام طيران الحرب الروسي سوخاي 24 بتنفيذ 3 صواريخ فراغية على مدينة أريحة، وما أدى إلى دمار هائل في المدينة وفي الأسواق. هذا السوق الرئيسي عندنا في مدينة أريحة، وأدى إلى ضحايا عدد كبير. حتى الآن ما زلنا 20 شهيد منتشلين من تحت الأنقاض، وما زال الآن فرق الدفاع المدني تنتشل الجثث من تحت الركام، وحصيلة الجرحى حوالي شيء 30-35، وما زال العدد يعني مستمر. هذا السوق أمس أخطر مناطق مدينة الكرز كما تسمى، فهو قبلة لطائرات روسيا وحليف الأسد ترتكب فيه المجزرة تلو الأخرى. فالسوق ذاته كان مسرحا لمجزرة سابقة بتوقيع روسي نهاية تشرين الثاني الماضي. وفي المقابل يكرر أهالي أريحة تأكيدهم على أن الغارات تستهدف المدنيين لا الإرهاب كما تزعم روسيا التي لم تعلق على استهداف السوق. أخي اليوم ضرب السوق، ضرب مناطق حيوية فيها مدنيين، جيش إرهابيين هم فيه، ما في إرهابيين، ضرب السوق، ضرب الكازية، ضرب الشاعم، أدي للكراجات مدينة إدلب، أكثر من 22 شهيد، فرج الدمار، محلات المدنيين، محلات التجاري، نص السوق، نزل صاروخ في نص السوق بين البنايات، قتل أكثر من 22 مدني، بيناتهم أكثر من 6-7 أطفال، شوفت عينك. دمار واسع في الأبنية وجروح غائرة في أرواح الناس وفي أجساد عائلاتهم، واعتداء على الذكريات يخلفها القصف الروسي إلى جانب تدميره المحال التجارية في إحدى أقدم مدن العالم المأهولة وكبرى مدن الريف الإدلبي.